مساء الخير لجميع المشاهدين من برنامج مش قليل لشرب الخليل، ومساء الخير لزميلتي ميشيل فنيانوس. مساء الخير شربل، وتحية لكل المشاهدين بلبنان وخارج لبنان. الليلة ميشيل حلقتنا كتير 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 قوية. جدا 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 جدا. بس كتير شربل عم بتركز بالبرنامج على سمير جعجع، صح؟ أنا ميشيل بستوحي فقرات البرنامج من يا موقف كوميدي، يا كلام هزلة، يا منطق أعوج، يا أفكار وطروحات هيولية. وسمير جعجع كل يوم بيحكي، وكل يوم ما يحكي عنده شيء هيك بيوحي لي بسكاتش. ها يعني أنت ما عندك شيء ضده بالشخصي؟ أعوذ بالله، هلا إذا بشوفه أو بلتقى فيه إذا بشوفه أو بلتقى فيه هلا إيه وهيك منخبرك، فأحسن ما تقولي مركز عليه. خلينا نبلش مع فيديو حصري لمش قليل عن لحظة سقوط مذيعة أخبار لبنانية بالاستوديو. عم تحكي عن نبيلة عواد تبع الام تي في، قالوا انه غط على قلبها من ستريس. مزعزع وضع القوات حتى الآن، ستتراجع مقعد أو مقعدين أو ستزيد مقعد أو مقعدين، يعتمد هذا الشيء على التحالفات. بس ومقعد أو مقعدين حكم كسر وين القوات عم بيعولوا على مقعد تاني، على حاصل تاني. صعب كتير، في قوة التيار الوطني الحر اللي لا تزال هي الأقوى بالدائرة وبكسر وين طبعاً. بعدها رح تجيب أكثر من حاصل؟ بتجيب حاصلين بالدائرة، القوات اللبنانية بيجيبوا حاصلين بس؟ بس ست ريدة جعجع هي الوحيدة المحسومة. بس؟ بس انت عم تحلل. انا بعرف. رئيس بلدية البترون حسم خياره اذا رح يدعم هيدي السنة جبران باسيل او لا؟ بتصور بيدعم مع رغم الخلافات؟ في خلافات، واذا في خلافات بتصور بالقضايا الكبرى بعتقد ما بيزعلوا لجبران باسيل. مش معقولة، كأن أنطوانات تبع معراب. بتحس شربل في شرس جعجعي بكل جامعة الام تي في. ما تنسي ميشيل انه القوات جي غياس يزبك بقي شي 15 سنة مدير للأخبار، وغياس من غيس، يعني بيكون شربون اكسير الجعجعة. طيب بالجديد اكسير شو عم يشربون؟ لأنه في مراسلة زقة على الهوا بتقول مشربينا اكسير ال اكسير شو؟ شوف، قبل رفع الأسعار تخوفاً من أنه أصحاب محطات البنزين يكونوا عم بيخزنوا هيدي الكميات الكبيرة ويكونوا عم ببيعوها بسعر أخر أغلى، سعر أخر 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 سعر أخر أغلى أخر 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 عفواً أخر عفواً أخر 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 عفواً أخر يكونوا عم ببيعوها بسعر أخر أغلى. هيدي ميشيل حكيت هيك لأنها عم تشرب إكسير الـ 1500 ليرة، ما بالجديد بعده الدولار على 1005، فطبيعي هالمعترة ما تلاقي إلا كلمة أخ، عرفتي؟ لأنه بتكون تذكرت معايشة. أوكي. طيب شربل، بتتذكر لما الوزير جبران باسيل قال عن الرئيس بري بلطجي شو صار؟ بروفا بلطجية لحرب أهلية. طيب مع الزميل وليد عبود بيطل العميد جورج الصغير وبيشبه مجلس النواب بمجلس العهرات. نعم. انه سافا. بس بتعرف شو شبه الرئيس بري؟ لا كعيت بشو؟ اسمعها منه ما تسمعها مني. قال له هيك جمعيه بدها هيك ختم، بتعرف تبعيه تبعيه شو اسمه؟ البغاء يعني اولاد بنات الهوى اجوا بيعملوا جمعية لتضمنهم آخر شيء وكذا، راحوا عند المحامي قالوا له بدك تعملنا جمعية إنه نحن بس نخلص بدنا نتقاعد، بدنا هيك بدنا هيك بدنا هيك بدنا حقوقنا قالوا له أوكي كتبوا بس خلص. طب بدنا ختم هيدي ما تخزني، بدي أقولها على الهواء. قام عضو تبعه حطوا بالهيدا وختموا اياها. شو عم تعمل؟ انه هيك جمعيه بدها هيك ختم. بقى هيك بضاعه بدهم واحد يعني هيك سياسيين وهيك نواب هيك بضاعه بدهم واحد بدهم نبيه بدي؟ طبعا. اف 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 هيك دغري خبط لزق بالعضو؟
عم تتخيل لو حدا عوني حكي هالكلام شو كان صار؟ كنا شفنا 1000 عضو على 1000 موتوسيكل خربوا الدنيا، بس لأنه هالحدا منو عوني كل جماعة الصمام بيعضوا على جرحهم وبيسكتوا. صحيح شربل إنه مسؤول الإعلام والتواصل عند سمير جعجع الأستاذ شارل جبور استقال؟ نعم، قدم استقالته من كم يوم. طيب وعرفت ليش؟ شو السبب؟ قال لأنه سمير جعجع بلش يلدغ بحرف كتير دقيق. انتخابات 2022 مش فرصتنا تنطلع نايب إضافي. انتخابات 2022 فرصتنا تنسترزع لبنان، تنسترزع لبنان، تنسترزع لبنان. نسترزع؟ صار عم بيلدغ بحرف الجيم ويعملها زين؟ بس ليش استقال شار؟ لأنه جعجع ما بعيط له إلا يا جبور. عم تتخيلي كل النهار وينك يا جبور، تعا يا جبور، روح يا جبور، وكله بالزين. يعني أنا لو ما طرحه كنت عملت هيك من أول يوم. هو شار الحرام تحمل أول فترة وسكت، بس لما قال له سمير جعجع بدي إياك مرشح جب جنين جن واستقال. طيب عم تسمع شي عن رياض سلامة؟ لا، رياض من بعد الخطوط الحمر اللي حطوها حوله الأمريكان والمستقبل ومئاتي وبري وجعجع والبطرك والقضاء، اليوم اللي واقع عماد عثمان حاطت حوله متراس أحمر من كيس الرمل. طيب ما دامك عم تحكي عن المتراس، خليني أنا وياك والمشاهدين نشوف سوا قصة متراس. كان يا مكان في لبنان نبيه يدعى صمام، حول الدولة دكان منذ وصاية خدام، وليد كان معه حليف ود ووئام، جاء يوما سنيورة وتحت الاثنين نام، والتصق بهم سعد ولبسوا نفس الحزام، وإذ برجل آتي معروف بالميقات انصهر بالمجموعة وقرر الانضمام، فجأة شن عدوان على كل المجموعة وزاد عددها اثنان، جرجي معه الجعجوعة، مجموعة صارت متراس ينقصها غطى الإعلام، فكان كلام الناس غانم طبال تمام، راود عون إحساس أن خلف المجموعة شر، وبضربة على الراس شاهدنا المتراس هر، فبان هذا النسناس سبب الفقر والإفلاس، وما زال البعض هون يلوم ويشتم عون، عقل هذا البعض مداس. ها يا حو رياض سلامة، وعم تسألي عن رياض سلامة وبعضه نجلمي الهلاهو يا ميشيل اللي بيسألوا عن 40 مليار دولار طاروا على الكهرباء، وهن ما طاروا إلا لأنه رياض ومعلمه الله يرحمه من أوائل التسعينات لليوم بيدعموا سعر الكيلووات حتى ما يغلوا فواتير الجباية. يعني مثل ما شفنا بقصة متراس، هاودي ناس مطرح راسهم في مداس للأسف. ميشيل؟ نعم. ميشيل يا بنت الحلال، يا مسوسحة الرجال، يا الكلك جمال، يا المثلك قلال، يا مفتاح لكل غال، يا ذهب بين الأموال. لحظة لحظة لحظة، عم تتغزل فيي هون على الهواء؟ لا لا ابدا مش غزل، ما تفهمي غلط علي، مش قصه غزل القضيه ولا قصه شخصيه، القصه فيها وما فيي اني سمعت خبريه على لسان وزير الداخليه، فقلت هيدي ضروريه لمش قليل التنين عشي. للصدفه مثل كل مناسباتنا اللبنانيه الوطنيه والدينيه، سواء اللوجستية أو الإدارية وحتى التحضيرات المالية، ولكل لبناني يقدر يدلي بصوته بحرية المستجدات، إذا بنقدر نسميها المستجدات الأمنية، وعملنا بالداخلية وطبعا القوى الأمنية يلي عم تتحلى وتتمتع بحرفية وبمناقبية عالية وبيحس كبير بالمسؤولية، هيدا الجهد يلي عم تقوم فيه المديرية، وطبعا الطائفة السنية. ما دام شاطر هالقد بالقوافة كان لازم يكون وزير ثقافة، بس يا ريتو عمل إضافة على قافية الإية.
شو هي؟ يعني شيوئية، قصبينية، شقفتلية، بصلينية. مش قليلة يا ميشيل، صغرتوية. هلأ ميشيل، بعد الوزير بسام المولوي بدنا ننتقل أيضاً وأيضاً لأكاذيب الكتائب. حزب السمسوم يبدو مثل حزب الجعجوع، كلهم بيحكوا بلسان وأفكار ومنطق القائد تبعهم. وطالما سمسوم أثبت تفوقه بالتضليل وبمحاولة الخداع وتزييف الوقائع، انسحب هالشي على كل جماعته، لكن راح عمباله لسمسوم انه الفيديو اهم ذاكرة. انتم مش عم بتكذبوا بهالوعود اللي اعطيتوها للعالم اللي هي شو؟ واللي وانتم هيدا طلعتوا من هيدا النظام كله، وانتم منكم بالسلطه، وانتم بالوقت يلي شاركتوا بكل السلطات واخذ عخطكم لانه الرئيس الحريري. بس خليني كفي، ما اعطاكم وزاره وقال لك انتم فتوا ما احلاكم بالسلطه. أوليك؟ مش قولي، انا عم بعطيك الوقائع مثل ما هي. بدي اقول لك لا ونص، لا لأن هذا مش الواقع. انطرح علينا الدخول إلى الحكومة وقلنا بشكل واضح لا نريد أن نشارك في هذه الحكومة. نقال حابين يعملوا حكومة وحدة وطنية، قلنا نحن ما عنا أي مشكلة نكون داخل الحكومة، قلنا نحن ما عنا أي مشكلة نكون داخل الحكومة إذا أرادوا أن الكتائب ما تكون فيها، ما بتكون أصلا حكومة وحدة وطنية. نحن ما عم نقول نحن ما بدنا نشارك بالحكومة، نحن عم نقول نحن عنا استعدادات إيجابية، ونحن عنا استعدادات إيجابية. تنكون واضحين. على مواقع التواصل الاجتماعي كتار بيسموا حزب الكتائب حزب الكذائب. أنا برأيي إنه هني والقوات بيستعملوا نفس الأسلوب قدام الإعلام، معي حق؟ طبعاً، ما القوات ولدت من رحم الكذائب، وسمير جعجع عمل معركة طاحنة بوجه المرحوم جورج سعادة سنة 93 ليطلع رئيس الكتائب، ولكن سقط. اف راحت الكهرباء. هيدا الموتور صار عم بيطفي هون ويحول على ألمانيا. ألمانيا؟ ايه، ما بلشوا الألمان ياخدوا اشتراك من لبنان لأنه الحرب بأوكرانيا أثرت على ما عملهم. خلينا ناخد بريك لكانت رجعت. تابعت برنامج مش قليل لشرب الخليل، وهلأ وصلنا ل أكيد عرفتوا شربل. نعم. شو أكبر سلاح بيحاول إنه يستعمله ضد التيار ورئيسه جبران باسيل؟ طبعاً ملف الكهرباء، بس مثل ما الكل بلش ينسد مع بدء نجاح مشاريع الصدود، أكيد قريباً كلهم رح يكهربوا أكتر ما مكهربين من بعد حصول التيار على أكبر كتلة مسيحية بالبرلمان، اللهم إذا صارت الانتخابات. بنفس خطاب وأسلوب وتضليل سمسوم الكذائب، جعجوع عم يهاجم التيار وجبران باسيل. صوتوا ليلي قادر يحمل أحلامكم ويحولها لخطط عملية ويترجمها على أرض الواقع، مش ليلي كل همه يغشكم تيسرق أصواتكم، وقت اللي بتسألوه شو عملت لنا بيقلكم ما خلونا. جبران باسيل ما بده يطبق خطته؟ مبلا، ما هيدا ابنه، هي خطته هو، 4 سنين صار له بباطح وبقاتل، بالكاد يمكن قدر طبق 5 أو 10 أو 15% منها، مش لأنه هو ما بده يطبقها، لأنه صراحة ما خلونا. وقت بيقول إنه نحن جينا بنعمل بس ما خلونا، مع ما بفهم مين اللي ما خليهم، وشو هي هالقوة القاهرة؟ مش المشكلة بوزارة التيار الوطني حر، المشكلة بالتركيبة، بتركيبة الإدارات اللبنانية وبطريقة الشغل ضمن الحكومة اللبنانية ككل، يلي ما بتخلي حدا يقدر يشتغل مثل ما لازم. منو ما عم بخليه ما عم بفرق كتير هيك. جبران باسيل ما خطته هيدي، بيتمنى وكل يوم عم بيصارع من أجل تطبيقها، وبعدهم بيقولوا ما خلونا. أنا برأيي وزراء التيار الوطني الحر عندهم كل نية طيبة بما يتعلق بحل مشكلة الكهرباء، يعني ما نغش بعضنا.
هالفيديو لما يشوفوه جماعة جعجع بيكون عندهم خيارين لا ثالثة لهما، يا إنه بيشغلوا عقولهم وبيعرفوا إنه كل الجعجعة بملف الكهرباء كذب، يا إنه نكاية وحقدا بيضلوا مصدقين الجعجعة ومشيين. وانت شو بتقدر؟ انا بقول عنزي ولو طارت. اصلا في حدا مشروعه الانتخابي وبرنامجه هو انه يسقط جبران باسيل؟ يا اخي اهل البترون متعلمين ومسقفين، قدم لهم انت شيء افضل من اللي قدم لهم يا جبران، وهن من لوحدهم مش رح ينتخبوا. بعدين بيحكي مع الناخبين كانهم تلاميذه بالحضانه وعشوائي، رح يقول لهم اوعى تنتخبوا جبران ده هم دو بيجي عليكم اللولو. خلينا نفرفش معه شوي. يعني احنا عندنا مرشح بمنطقه البترون مثل كافه المناطق، لانه عندنا مشروع انقاذ مش تنسقط حدا او تنجح حدا، لا. ليش لازم يصير جبران باسيل؟ لاسباب عديده لا عد لها ولا حصر. ونحن كحزب سياسي شغلتنا على انه نجرب نطبق مشروعنا السياسي، مش نسقط الناس او ننجحهم، لا. كيف ما لازم يتسقط؟ بل لازم يصير جبران باسيل، لازم يصل بشكل كتير بسيط. نحن غياس يزبك مرشح لأنه عندنا هالمشروع الإنقاذي، مش تنسقط حدا أو تنجح حدا، لا. نحن متفرغين ليلا نهارا صبحا مساء للعمل تحت عنوان إنه جبران باسيل لازم يصل. هلأ هو مش مشروعه يسقط جبران، بس لازم يسقط جبران، بس هيدا مش مشروعه. عم يسبب لهم انفصام هالجبران. وعم بيطلع لهم حرارتهم. سمير جعجع بلسانه اعترف انه عم بيضل محروق. جبران باسيل ل 12 سنة متتالية حاطط ايده، وانا اعني هذا التعبير يجم فيه، حاطط ايده، انا اعني ما اقول انه حاطط ايده هيك بقوة الامر الواقع. In the morning, I feed all through the night. 12 سنة حاطت إيده، برجع بعيد التعبير. In the morning, I feed all through the night. أكيد 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 أكيد. بعد الانتخابات إذا صارت رح تضرب جعجع على 42. 42 بعد الدوائر ويمكن بلبنان كله. أنا عم بحكي عن حرارته. أنا سمعت 42 راح فكري لغير مطرح. لا، مش بس الانفصام صايب جعجع، كمان كتار غيره صار عندهم هالحالة، والسبب باسيل. بالبترون طبعا أنا ماني ضد إنه جبران باسيل يجيب نايب، وماني ضد جبران باسيل يجيب نايبين. يعني شمال بكون مبسوط. ما لا لحسابات رئاسية، ما بكون زعلان إذا سقط جبران بالبترون. أنا بذات الوقت ما بيهمني يسقط، يعني إذا سقط أكون مبسوط، ما بكون زعلان. إذا أخذ اثنين أنا مبسوط. إذا سقط أكون مبسوط، ما بكون زعلان. وماني ضد جبران باسيل يجيب نايبين. ما بكون مبسوط. إذا سقط أكون مبسوط. إذا أخذ اثنين أنا مبسوط. واضح قديش مبسوط الوزير فرنجية، بس لازم نعمل تصويت ميشيل تنشوف مين مبعوث مين مبسوط أكتر إذا ربح جبران باسيل، سليمان فرنجية أو سمير جعجع؟ 50-50. شربل، سؤال تقني كمخرج. نعم. شو يعني كروما بعالم الأفلام؟ كروما يعني خلفية خضراء أو زرقاء بيوقف قدامها شخص مثلاً وبيغني، وعلى جهاز المونتاج منشيل اللون الأخضر ومنحط صورة لمسرح، بصير هالشخص عم بيغني على المسرح. أوكي. لأنه في عدة مواقع أخبارية أجنبية كانت عم تسخر من الرئيس الأوكراني زيلنسكي، لأنه تبين من بعد تحليل فيديو لإله بشوارع كييف بأوكرانيا انه هو مصور باستوديو على كروما وحاطين خلفه مشاهد من كييف. بسيطه، عنا بلبنان كتار بيعملوا هيك، ومش ضروري كروما. مثلا هيدي صوره لفارس سعيد انه حوالي ناس ومؤيدين، صح؟ صح. ليش اساسا؟ شو هي الصوره اساسا؟ ليكي شو في حوالي، كان ماشي بالجرد وسارح بالعنزير. طيب هيدي الصورة للنايب وليد البعريني؟ هي واضحة انه ملعوب فيها. الصورة الأصلية كان واقف بين براميل البنزين والجالونات يعني يتهربوا عصورية. طيب وهيدي الصورة للوزير جبران باسيل والرئيس بري، مزبوطة؟ ايه، هي الصورة مزبوطة 100%، لكن بالأصلية كان النايب إليل فرزلي مخبى ورا الصوفة تيتسمع على الحديث، لكن بري حذف له صوته تما يجرسه. شفتي وين راسه؟ تاري الفرزلي من أولته لاطي عند بري. ايه، وبدها اثنين يحكوا فيها. طيب شربيل، عرفت انه النايب نديم الجميل
ما بقى يترشح للنيابة؟ لا، ليش؟ لأنه قال بده يسافر على اليابان، مشغول فترة طويلة شوي ومش قادر يكون هون. وأيمتى أخذ قراره؟ من 5 أيام لما سمع السفير الياباني بلبنان عم بيصرح بالعربي. ضرب واحد من أكبر انفجارات غير نووية بهالمجلس العزاء العاشورائي إلي ذكرى كارثة يلي عم بعيش اليوم كمان كربلائه وينبغي أن تؤثر أي أزمة سرباً إلى توزيع عادل للخدمات الرعاية الصحية. تعني أن لا تبيع الأدوية الفاسدة. هدفت اليابان إلى مساهمة في حماية والدمان. إنه ما تجر بلدك وشعبك إلى حرب عباسية ثمنها باظل. تيري بده يروح على اليابان يتعلم عربي لعله بصير يحكي مثل السفير الياباني. 100% بس يا خوفي يرجع من اليابان عم بيحكي بدل العربي ياباني مكسر. قولي هو سبق وتربش ياباني قبل بمرة. بيفقد أبدا دستوريته ولكن بيفقد ميثاكيته ولكن بيفقد ميثاكيته. وهلأ شربل بدنا نتوقف مع الفقرة الأسبوعية في أغنية. بعد القوات في أغنية والثورة في أغنية، جمعنا بعض الإعلاميين ورح نقدمهم تحت عنوان الإعلام في أغنية. منبدأ الإعلام في أغنية مع نديم قطيش. في ناس لما نذكرهم فوراً منتذكر أعمالهم، برامجهم، أرشيفهم. إلا قطيش معه ما منتذكر إلا مرتي 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 هي مصدر قوتي. مرتي 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 هي مصدر قوتي. اسلموا لعيونك ما في عيش بدونك. يوم البدي خونك الله يقرب موتك. تاني اعلام الليلة هو عنتر الجديد رياض بيسي. هو فعلا عنتر، لكن من كتر ضلوعه بالانجليزي والعربي صار مثل ابو عنتر. اهلا بكم في هذه الحلقة من يسقط حكم الفاسد في الموسم الذي كنا اطلقنا عليه عنوان وينتر تزهير. العاصفة ها هنا. لفي لف يعني حبريني، لفي لف يعني حبريني. وينتر إزهير. يا ميهارت يعني يا قلبي، يا ميهارت يعني يا قلبي. وينتر إزهير. واليوم ليز تتجوازيني، واليوم ليز تتجوازيني. تالت إعلام الليلة هو مارسيل غانم. من أجواءه وأجواء برنامجه ومن كترة الأوه والأوف والأوه استوحينا له هالغنية. وهلأ ميشيل قبل ما نختم حلقة مش قليل لليوم، بدي ذكر كل المشاهدين اللي بيحبوا يتابعوا كل فقرات البرنامج وأيضا كل أرشيف برامجي اللي عمره 28 سنة إنه صار فيهم يشتركوا بقناتي على يوتيوب واسمها بست كوميدي شرب الخليل، وطبعا مجانا. وهلأ شو شرب اللي منختم؟
قبل ما نختم بدي اقول لك ميشيل كل عيد وانت بخير، لانه مرق اليوم العالمي للمراه وما كنا على الهوا حتى عيد. ميرسي شربل، هيدا من ذوقك. خبرني شو هو القول الشهير عن المراه اللي انت بتفضله بين مئات الاقوال؟ بصراحه ميشيل انا بحب قول وراء كل رجل عظيم امراه. وشو هي الصوره برايك اللي بتجسد هيدا القول؟ هيدي ولو يا شربل. لا يا لا لا شباب شباب، هاي الصورة غلط يا شباب. ولا مش هيدي الصورة شباب، شلوها 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 الصورة. شفتي يا ميشيل بضلوا مجارسيننا بحطوا مرات قصص نحنا ما بدنا نحطها. عجبك؟ باي. يلا باي باي.